فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بما ورد في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الاستسقاء بالنجوم، وهل هو شرك مخرج من الملة؟ الاستسقاء بالنجوم إضافة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروب النجم، تعليق هذا بطلوع النجم، أو فإن كان يعتقد أن هذا سبب وأما المطر فهو من الله وإنما طلوع النجم سبب، فهذا شرك أصغر. وإن كان يعتقد أن طلوع النجم هو الذي أنزل المطر فهذا شرك أكبر، لأنه نسب إنزال المطر إلى مخلوق. في حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني مطر، كانت من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. المراد هذا الكفر الأصغر، إلا إذا كان يعتقد إن النوء هو الذي خلق المطر وأنزله، هذا كفر أكبر. نعم.